السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير وتقبل الله طاعاتكم. نحن الآن في موقع عظيم في التاريخ الإسلامي، نحن في بدر عز الإسلام، نحن الآن في ساحة النصر. اليوم نحن في 17 رمضان عام 1445 هجرية، نحن الآن في راحة، في طمأنينة، في خلينا نقول في رغد من العيش، يعني بسبب أولا من الله عز وجل، ثم بسبب ما حصل في هذا المكان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال لما دعا ربه في هذا المكان تحديدا عند مسجد يعرف بمسجد العريش، دعا الله عز وجل قال يعني بما معنى الحديث: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. شوفوا الكلام العظيم، لما دعا الله عز وجل وكان يسقط رداءه أبو بكر الصديق، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفاك، سيحقق لك ربك ما وعدك، أو سينجز لك ربك ما وعدك، أو كما قال في الحديث. فلذلك اللي حصل في هذا المكان ملحمة عظيمة، انتصر فيها الإسلام انتصارا عظيما وقويت شوكتهم. فنحن الآن إفطارنا حيكون في هذه الساحات، ساحة النصر. نحن المعركة حصلت في هذا المكان، وإن شاء الله نحن حنفطر في هذه الأماكن. واليوم مثل ما ذكرنا، يعني نحن كل سنة من عادتنا أنه نجي في يوم 17 رمضان، نحاول نجي نغطي لكم من أرض الحدث اللي حدث أو اللي حصل في هذه الغزوة العظيمة. وكنا معكم طيلة الطريق، وقفنا على عديد من الأماكن اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتغطية كاملة حتجدوها إن شاء الله على حسابنا في سواء سناب شات ولا التيك توك، كل هذه التفاصيل إن شاء الله تجدوها على حسابنا. طبعا رحلتنا اليوم بمعية اللي هي شركة أو وكالة رحال الهجرة، جزاهم الله خير، ما قصروا صراحة، يعني موفرين تقريبا 3 رحلات أو 4 رحلات، ومسوين أيضا إفطار، وكل هذا بدون أي مقابل، مجاني، جزاهم الله خير على كرمهم. طبعا هناك الأخوات لهم مكان خاص فيهم، وما شاء الله موفرين اللي هي سفر الإفطار. خلاص باقي دقائق قليلة ويؤذن للمغرب إن شاء الله، وهذا هو مسجد العريش. شايفين مسجد العريش هناك؟ ذاك هو مسجد العريش، خليني أقرب لكم شوي كذا. هذا هو مسجد العريش، إن شاء الله حنفطر على أذان مسجد العريش، العريش اللي بني للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، واللي كان بإشارة من سعد بن معاذ. أقصد سعد بن معاذ هو اللي أشار ببناء هذا العريش. أما فكرة الانتقال، طبعا نحن عندنا منزلتين، المنزلة الأولى اللي أشار فيها الحباب بن المنذر رضي الله عنه يوم اللي قال له يعني: أهو منزل أنزلكه الله أم أنها الرأي والحرب والخديعة، أو كما قال الحباب المنذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والخديعة. فالنبي أشار الحباب المنذر، قال له يعني: ألا ننتقل إلى مكان يعني أفضل من هذا؟ فأشار له بالمكان اللي هو نحن الآن تقريبا موجودين فيه، وكان هناك يعني عندنا آبار، فهدمت الآبار هذه كلها ما عدا بئر كان المسلمون يعني يستفيدون من هذا البئر. على كل حال قصة طويلة، مفادها أنه المسلمين أخذوا موقع استراتيجي، ثم بدأت المعركة بالمبارزة، ثم بعد المبارزة. هلا هلا هلا، حياك، يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله، يا أهلا، يا أهلا وسهلا، الله يكرمكم، الله يجزاكم خير، ما شاء الله. الشباب أنتم معنا في الباصات ولا؟ ما شاء الله، مع الدكتور تامر يمكن، ما شاء الله، الله يفتح عليكم، الله يبارك فيكم. يلا أعانكم الله، تفضلوا إفطار.